هنتكلم ان شاء الله عن النهارده عن اكتر حاجه، عن جزء جديد واكتر حاجه بتقابلنا في الشغل طبعا باذن الله، ان احنا لو انا عندي منسوب حفر، لو انا باسس طبعا بعمل اساسات، ما طبعا ما باسسش على سطح الارض على طول، ولكن بنزل بايه؟ بنزل بعمق حفر مناسب بحيث ان انا اقدر احط الاساسات بتاعتي. طبعا فبيقابلني هنا مشكله ان طبعا التراب ده لما انا بنزل عمق الحفر ده مش هيفضل ساكن هنا، وبالتالي قلنا عندك حبيبات التربه دي عايزه تنزلق هنا في اماكن الحفر بتاعتي. فانا عندي ان انا احل المشكله دي بحاجتين. اول حاجه ان انا ممكن اعمل سلوب اللي هو الميل بالشكل ده، بحيث ان الميل ده يبقى مناسب والتراب هنا يفضل ساكن وما يتحركليش في منسوب الحفر بتاعي. اول خطوة ان انا ممكن اعمل سلوب اللي هو الميل. او الحل التاني بتاعي ان انا ممكن اعمل حيطة سندة، حوائط سندة. وطبعا الحل ده الحمد لله كلنا عارفينه، ان انا برضو لو انا عندي منسوب الارض هنا هاجي احط هنا حيطة سندة بالشكل ده، بحيث ان هي تمنع ايه؟ تمنع حبيبات التربة دي من الحركة. حط هنا كده حيطة سندة بسمك معين. يبقى ده اول نوع وده تاني نوع. طب انا الافضل طبعا الاسلوب ده بيفضل لان هو طبعا هيبقى اقتصادي، ولكن طبعا انا ببقى محدد بمساحة ارض معينة، ما ينفعش طبعا اخرج براها واقول للناس انا عايز اعمل هنا ميل، او لو طبعا جنبي عمارات مجاوره صعب جدا ان انا اعمل موضوع الميول ده، بس هو اقتصادي جدا، فينفع طبعا في الصحراء او في الاماكن الفاضيه. اما الحوائط السنده ده فده الحل الشائع، لان انا ببقى محدد بمساحه ارض معينه فما اقدرش اطلع منها، فبعمل موضوع الحوائط السنده ده وبيبقى مكلف. هنتكلم بقى دلوقتي على انواع الحوائط السنده. اول نوع يبقى الحوائط السندة، أول نوع بسميه الجرافيتي وول. ده عبارة عن إيه؟ لو أنا عندي ده منسوب الأرض، باجي هنا وعندي مثلا هنا أنا نزلت بعمق حفر معين، باجي هنا بعمل حيطة على هيئة سلالم بالشكل ده. هنا ده ضغط التراب طبعا، هنا التراب، فبمنع ان التراب ده يقدر ان هو ينتقل. طيب الحيطه دي بتتزن ازاي هنا؟ قال لك والله الحيطه دي بتبقى وزنها كبير، فبيتولد هنا قوه احتكاك عاليه بينها وبين التربه نتيجه وزنها، وبالتالي الاحتكاك ده يمنع ان التراب ده يقدر يحرك المنشأ ده يمين. تاني حاجه، يبقى دي اول حاجه. تاني حاجة ان ضغط التراب ده عايز يعمل مومنت عشان لو هو معرفش حركة طب يقدر يدورها، فيحاول يولد عزم بالشكل ده عشان يقدر يدور الحيطة دي. بس برضو الحيطة دي وزنها كبير جدا، فنتيجة ان وزنها كبير هيعمل برضو مومنت بس في عكس الاتجاه عشان برضو يمنع دورانه. يبقى الجرافيتي وول ده بيقاوم السلايدنج اللي هو الانتقال او الحركة عن طريق الفريكشن الناتج من وزنه، وبيقاوم برضو المومنت او الدوران عن طريق برضو ان الوزن بتاعه بيعمل دوران او مومنت عكس اتجاه الفريكشن بتاعه. ده اول حاجة. تاني منشأ عندي او اقدر ان انا اقوم بيه اسمه البايلينج وول، اللي هي بتبقى حوائط ولكن على هيئة خازوق، بمعنى ان انا برضو لو انا عندي منسوب الارض بتاعي اهو، اجي احط هنا خازوق من الستيل او من الخرسانه. بس خلي بالك لو هنا ده منسوب الارض الثانيه ما ينفعش اوقف البايلنج وول هنا، ده لازم كمان بنزل بايه؟ بنزل بعمق اختراق بسميه دي. طب ليه؟ ما انت هنا وقفته مع المنسوب الارض الطبيعيه بتاعتك. قال لك والله ده كان بيعتمد على ان وزنه كبير قوي، ولكن ده هيعتمد على ايه؟ هو خلي بالك وزنه خفيف جدا، فبيعتمد ان عمق الاختراق ده يبقى مناسب عشان يقدر يقاوم التربه هنا. هتقول لي طيب ما خلي بالك هنا برضه التربه منسوبها او ارتفاعها اكبر من الارتفاع ده، فهتقدر برضه ان هي تزقه. هقول لك سبحان الله، في خاصيه في التربه ربنا عز وجل مميزها بيها، ان التربه دي لو هي عايزه تزق المنشا وتزق بالشكل ده
لو نقوله مثلا بقيمة 3، التراب اللي بيقاوم الزق بيقاومه برقم أعلى جدا من اللي بتزق مثلا وليكن 9. دي ظاهرة اسمها هنا الأكتف اللي هو بيزق، واللي بيقاوم الزق ده حاجة اسمها الباسيف. فالباسيف اللي متولد بيبقى أكبر بكتير من الأكتف، وبالتالي بيحصل اتزان للمنشأ ده. يبقى التزان الواقع للمنشأ ده عن طريق إيه؟ عن طريق عمق الحفر. كل ما يبقى عمق الحفر ده مناسب، الباسيف هنا ده يعلى، وبالتالي يحصل اتزان للمنشأ ده. طب المنشأ التالت اللي عندي، عندي حاجة اسمها الأنكورد وول. إيه بقى فكرة الأنكورد وول؟ قال لك برضه لو هنزل هنا بعمق اختراق، بس خلي بالك انا هنزل بعمق حفر كبير جدا زي مثلا ارصفه الميناء، تمام، برضه هسيب عمق اختراق مقداره دي. هل هنا الدي ده او عمق الاختراق هيقدر، بس اللي هي سميناها الباسيف من شويه، هل هتقدر تقاوم كل ده؟ قال لك لا، للاسف مش هتقدر، مش هتقدر لوحدها. فبعمل ايه؟ بعمل هنا زي شدادات، بجيب هنا زي بطاي حديد كده واشد الحيطه دي بالاتجاه ده، بحيث ان اللي يقاوم لو هنا المنشأ ده عايز يتحرك في الاتجاه ده، اللي يقاومه الطاي ده والباسيف. يبقى انا كده قاومت الحركه بحاجتين، الطاي والباسيف. طب هتقول لي طب ما هنا ده هربطه في ايه او هثبته في ايه؟ قال لك والله بعمل هنا حفر وبحط هنا زي كتل خرسانة عالية كبيرة جدا بثبت الطاي فيها، بحيث ان ده يفضل مشدود، يتولد هنا قوة شد تمنع البايل ده ان هو يتشد. يبقى الانكورد زيادة عن البايلينج، بس برضه في عمق اختراق، بس برضه زيادة امان وزيادة ان انا اشده اكتر عشان عمق الاختراق زاد. بحط هنا الانكورد، بحط هنا اللي هي الطاي اللي يمنع ان البايل يقلب. يبقى دي هي الانظمه. هنتكلم عن ايه دلوقتي؟ هنتكلم عن البايلينج وول وازاي بيقاوم اللي هو بس على عمق الاختراق اللي هو دي. قبل ما ابدا في المساله وابدا في حل مساله، لازم تفهم الفكره بين الاكتف والباسيف، وازاي ده بيحصل وازاي ده بيحصل. احنا لسه قايلين من شويه لو انا عندي ان الحيطه بتزق بزقها في الاتجاه ده، والحيطه لقيتها ان البايل بتاعي ذات نفسه، يعني انا هنا التراب بيزق في الاتجاه ده، وانا لقيت عندي ان برضو ان الخازوق اتحرك في نفس الاتجاه، بسمي الظاهره دي ظاهره الاكتف. لو حصل العكس، ان التراب لقيته بيزق في الاتجاه ده ولقيت البايل بتاعي اتحرك في عكس الاتجاه، يبقى التراب بيزق كده والبايل او الخازوق لقيته اتحرك العكس، يبقى دي ظاهره اسمها الباسيف. واتفقنا ان الباسيف ده بيبقى قيمته عاليه جدا اكبر او مقلوب الاكتف، يعني لو ده قلنا بتلت الباسيف يبقى بتلاته مقلوب ده. فتخيل ان الباسيف بيبقى عالي جدا، ودي ظاهره موجوده في التربه، وهنعرف ليه بيحصل الكلام ده. تعال نطبق الكلام ده على مساله. لو انا عندي بايل او خازوق بالشكل ده، نقوم برضه كده الرسم عشان نشوفوا الفرق الفروقات، وادي منسوب للارض، وادي منسوب للارض الطبيعيه اللي هو الحفر اللي انا نزلت له، ونفترض ان في عندي نقطه انقلاب او نقطه الانزلاق بتاعتي، ان البايل هيتحرك في الاتجاه ده. لو هو عايز طبعا يدور هيدور بالشكل اللي قدامي ده. تعالى اول حاجه نقسمه التربه دي لمناطق. ازاي؟ يعني نسمي دي اول منطقه اهي، يعني مد سطح التراب ده، وتعالى من هنا برضو من نقطه الانزلاق اللي انت افترضتها ونقطه المئة الدوران دي، تعالى برضو نفرد هنا نشد خط بالشكل ده. اول منطقه اللي هي منطقه دي لو سميناها 1، ودي سميناها 2، ودي سميناها 3، ودي سميناها 4، والمنطقة دي سميناها 5. أول منطقة دي تعال نطبقوا الكلام ده، التراب بيزق بالاتجاه ده ولقيت إن البايل برضه اتحرك في نفس الاتجاه، يبقى دي منطقة قلنا سميناها إيه؟ سميناها منطقة أكتف إيرث بريشر. طب تعالى المنطقة 2،
برضو التراب بيزق في الاتجاه ده، ولقيت ان البايل بتاعي راح في نفس الاتجاه، بقت برضو منطقة اكتف ايرث بريشر. طب تعالى هنا، هنا خلي بالك التراب بيزق ازاي؟ بيزق في الاتجاه ده، لقيت البايل راح عكس الاتجاه، بقت دي اسمها منطقة باسيف. تعالى في رقم 4، برضو خلي بالك التراب هنا بيزق في الاتجاه ده، ولقيت ان البايل راح في عكس الاتجاه، بقت دي برضو اسمها باسيف. اما هنا التربة بتزق كده والبايل راح في نفس الاتجاه، بقت منطقة اكتف. يبقى انا لازم اول حاجة في المسألة احدد فين اماكن الاكتف والباسف عن طريق الفهم. ده كده الفهم ازاي احدد. في طريقة لو انت عايز تحفظ او تجيبها بسرعة ازاي تحدد اماكن الاكتف واماكن الباسف، تعالى بنفس الطريقة. لو انا عندي نفس الرسمة ترسمها يعني على طول، طالما انت كده خلاص فهمتها. باجي هنا برضو بفرض ان هنا هيحصل نقطة دوران بالشكل ده، يعني الفايل هيتحرك بالشكل ده. تمام، باجي هنا بمد سطح التراب ده، واجي من نقطة الدوران دي وبعمل برضو بشد خط. طيب المنطقة دي قال لك طالما البايل مش فيها، يعني البايل بعيد عنها، على طول اسمها اكتف. طب والمنطقة دي برضو البايل مش فيها، يعني البايل مش في التراب، يبقى برضو اسمها اكتف. طب المنطقة دي لقيت البايل اهو داخل في التربة، يبقى اسمها باسف. طب هنا لقيت برضو، خلي بالك هنا لقيت برضو ان البايل فين؟ في التربة، يبقى باسف على طول. طب وهنا لقيت البايل بره التربة، يبقى اسمه اكتف. يبقى دي تحديد على طول اماكن الباسف واماكن الاكتف لو انت عايزها بسرعة كبيرة. قبل ما انهي الجزء ده، ايه فايده ان انت حددت الاماكن الاكتف وحددت مكان الباسيف؟ قال لك لكل منطقه ليها قانون، بمعنى لو انا عايز احسب قوه الضغط اللي هتسببها المنطقه دي، قال لك طالما المنطقه دي اكتف فبتروح تجيب لي سيجما الاكتف بتساوي سيجما الفي في الكي اكتف ماينس 2 سي جذر الكي اكتف. يعني ايه؟ يعني لو انت عندك منطقه اكتف وعايز احسب الايرث بريشر الاكتف بجيبه من القانون ده. طب تعال نفصص كل حاجه. ايه هي سيجما الفي؟ قال لك سيجما الفي اللي هي جاما في اتش، كل واحد جاما في الاتش بتاعتها، جاما في الاتش بتاعتها. طيب ايه هو الكي اكتف؟ قال لك الكي اكتف ده اللي هو 1 ناقص ساين فاي على 1 زائد ساين فاي. طبعا لو خواص التربه دي بيديني الفاي بتاعتها وبيديني السي بتاعتها، بروح احسب الكي اكتف. يعني لو خلي بالك الكي اكتف ده لو الزاويه كانت سيتا ب 30 كان الكي اكتف ده بيطلع لو تفتكر تلت. تمام، طب وايه هو السي؟ قال لك الكوهيجن بتاع التربه برضه بديهولك بيبقى جيفن، والكي اكتف طبعا بديلك الفاي بتقدر تجيب منه الكي اكتف. يبقى ده لو انا في منطقه اكتف هحسب بالقانون ده. طيب لو انا بقى بتكلم في منطقه باسيف، قال لك لو انت في منطقه باسف بروح احسب سيجما الباسف برضو سيجما الفي، بس خلي بالك هنا بقى هيبقى في كي باسف، وبدل ناقص هتبقى زائد 2 سي جذر الكي باسف. تعال نشوف برضو سيجما الفي هي ما اتغيرتش، اللي هي مجموع سيجما الجاما في اتش. طيب الكي باسف، قال لك الكي باسف ده مقلوب الكي اكتف، يعني 1 على الكي اكتف. يعني ايه؟ يعني 1 زائد ساين فاي على 1 ناقص ساين فاي. يعني احنا كنا قايلين ان لو انا عندي الفاي ب 30 الكي اكتف كان بكام؟ كان بتلت. قال لك بقى خلي بالك الكي باسف هيبقى ب 3. تخيل هنا بدل ناقص بقت زائد، والسي قلنا الكوهيجن بيبقى معطى والكي باسف بيبقى معطى. عشان كده ده السبب اللي كنا بنقول فيه لو انا عندي اكتف بتزق بتلاتة او بتلت، الباسف عارف هيبقى بكام؟ هيبقى بمقلوب التلت ده اللي هو بتلاتة. ده السبب اللي بيخلي لما انا بزق التربة قيمة الباسف بتغلب الاكتف. تعال بص الفرق القانوني، هنا سيجما الفي
هنا هنا برضه سيجمال في، بس هنا انا بضرب في كي باسيف، يعني هنا بضرب في رقم كبير، اما هنا بضرب في رقم صغير. هنا زائد يعني بجمع عليها برضه 2 في الكوهيجن بتاعتها في جذر الكي باسيف، هنا بطرح منها 2 سي في جذر الكي اكتيف. فعشان كده ده السبب ان الباسيف بيبقى اكبر بكتير من الاكتيف. بعد ما خلصنا ده تعالى نتكلم. طيب لو انا دلوقتي عندي حيطة بالشكل ده، هذه هي حيطة، ونزلت عمق اختراق اهو، وادي منسوب الارض التانية، وادي دي نقطة الدوران اللي هيدور منها. طبعا هيدور بالشكل ده، تمام. قلنا تعالى نحسب، لو انا بحسب من هنا بقى مجموع الاكتف بحسب القوانين دي، تعالى كده نحطه القوانين دي قدامنا اللي هي سيجما الاكتف وسيجما الباسف. تعالى نحدد كده بسرعه الاماكن اللي عندي. تعالى قلنا طبعا بنمد ده وبنمد ده، وقلنا عندك ان المنطقه دي اكتف والمنطقه دي اكتف والمنطقه دي باسف والمنطقه دي اكتف والمنطقه دي باسف. طيب تعالى نحسب كده ضغوط التربه على الحيطه دي من الاتجاه اللي هو الشمال ده اللي عندي. اول حاجه نحط القوانين قدامنا، ان انا لو انا بحسب سيجما الاكتف اللي هو سيجما الفي في الكي اكتف ماينس 2 سي جذر الكي اكتف. طب وسيجما الباسف؟ قلنا سيجما في في الكي باسف ولكن زائد 2 سي جذر الكي باسف. طيب انا هفترض بس للتسهيل عشان نحل مساله ان انا التربه اللي عندي ساند، هتفرق في ايه ان هي لو رمله؟ هتفرق ان انا عندي فاي، يعني عندي قيمه للكي اكتف وعندي قيمه للكي باسف، ونفترض ان الفاي دي ب 30، يبقى الكي اكتف هيطلع بتولت والكي باسف ب 3، اما السي طبعا فيطلع بزيرو لان دي تربه سند. يعني ايه اللي هيحصل للترم ده؟ الترم ده طبعا هيروح والترم ده هيروح. يبقى لو انا بحسب سيجما الاكتف وسيجما الباسف في السند، سيجما الاكتف هيطلع سيجما الفي في الكي اكتف، اما سيجما الباسف اللي هو سيجما الفي في الكي باسف. طيب تعال نتكلم بقى دلوقتي لو انا بحسب من هنا. اول حاجه لو انا واقف في النقطه دي نقطه واحد، هل عليها؟ انا هنا في منطقه اكتف، يبقى هبص للاكتف، بروح احسب ضغوط مجموع الضغوط الراسيه اللي هي جاما في اتش. هل هنا في اي ارتفاعات او في اي جاما في اتش؟ لا، فهجيب هنا بزيرو، يبقى القيمه دي هتطلع بزيرو. طيب لو انا هنا بحسب بقى هنا عند النقطه رقم 2، هنا طبعا في ارتفاع وهنا طبعا في جاما بتاعتي ليها قيمه، وهنا طبعا في ارتفاع مقداره اتش. فاحنا قلنا لو انا عندي بسم الله الرحمن الرحيم الارتفاع ده مقدار 3، وحددنا خلاص مناطق الاكتف ومناطق الباسف، وعندي الجومه بتاعت الساند دي ودي ساند الجومه بتاعتها ب 10. لو انا بحسب قلنا عندك الاكتف من سيجما الفي في كي اكتف وسيجما الباسف في سيجما الفي في الكي باسف. فلو انا بحسب المنطقه دي اكتف هيبقى، وسميت مثلا النقطه دي رقم 2، في سيجما 2 10 الجومه بتاعتي في الارتفاع اللي هو اتش في الكي اكتف اللي هو بتولت، القيمه دي هتطلع لي بمقدار مثلا 10، فعيجي هنا بمقدار ال 10، تمام، والقيمه دي او الرقم ده بتاعي مقداره 10، تمام. هاجي احسب هنا برضو في منطقه الاكتف دي في بدايتها ونهايتها، هيطلع لي برضو ان سيجما 2 هي هي الرقم. طب وسيجما 3؟ هتلاقيه خلي بالك على نفس الميل، بس انا برضو هحسبه، هيطلع لي لو احنا برضو خدنا ان المسافه دي مقدارها هنا دي 1 متر والمسافه دي مقدارها برضو 2 متر. فانا هاخد هنا طبعا في سيجما لو انا هسمي النقطه دي 3، تمام، دي برضو اكتف، لو تخلي بالك هيبقى سيجما 3 مقدارها ايه؟ مقدارها برضو اللي هي الارتفاع كله بقى اللي هو هنا كام؟ 3 و1 4 في 10 في كام؟ في الكي اكتف بتاعتي، لان دي برضو منطقه اكتف في تولت،
الكلام ده مثلا ممكن يطلع 40 على 3، انت بتتكلم مثلا في 13 مثلا و13 و2 من 10. فهتيجي هنا برضو خلي بالك، وهتلاقيها خلي بالك على نفس الميل برقم 13 و2 من 10 مثلا. تمام، تعالى نحسب برضو هنا الباسيف. خلي بالك انت هنا في منطقه باسيف، عايز احسب برضو في بدايته ونهايته، في نهايه المنطقه وبدايتها. طيب هي بدايتها كام؟ قال لك برضو هاجي هنا، لو انا بقى اسمي خلي بالك هنا قبل نقطه الدوران دي رقم 3 وبعد نقطه الدوران دي 4. طب عند 4 برضو هي خلي بالك جاما في اتش اللي هي كام؟ 4 في كام؟ في 10 اللي هي 10 في 4. بس خلي بالك هتضربه في ايه بقى؟ انا في قانون هنا الباسيف، هضربه في كي باسيف اللي هو الكي باسيف عندي انا جايبه بكام؟ ب 3. فلو الرقم ده هيطلع 12 في 3 الرقم ده هيطلع 120. متخيل ان هنا 13 و2 ومتخيل ان هنا عشان هنا باسيف هيطلع عند نفس النقطه، بس انت ضربت في كي باسيف بكام؟ ب 120. طب وتحت خالص، تحت خالص لو انا سميته سيجما مثلا 5 هيبقى بقى الارتفاع ده كله اللي هو 3 و1 و2 اللي هو 6، يبقى 10 في 6 في الكي باسيف اللي هو برضه ب 3، 60 في 3 يطلع معاك الرقم ده ب 180. ده الضغط بتاعي، واوصل ده بده يبقى ده 180. طب تعالى نحسب الكلام ده من هنا من الكي باسيف. انا بحسب فين؟ في بدايته ونهايته. طب في بدايته لو انا دخلت على سيجما البي، وهنا برضه سند، وهنا برضه التربه دي خلي بالك سند. لو انا دخلت على سيجما الباسيف عشان انا في منطقه باسيف، سيجما الفي هل في هنا في النقطه دي اي ارتفاعات راسيه؟ فالرقم ده هيبقى بزيرو. تمام، طب تعالى نحسب عند المنطقه 3 اللي هي هنا برضه بكام؟ لو انت بتتكلم برضه في سيجما هنا 3 داش الرقم ده بكام؟ قال لك برضه سيجما الفي بس هضربه في كام؟ في كي باسيف. يبقى هنا عندك 1 في 10 في الكي باسيف اللي هو ب 3 الرقم ده يطلع ب 30. يبقى انا عادي هنا عند 30 خلي بالك الرقم ده بكام؟ ب 30. المنطقه اللي هي اكتف قلنا برضو بحسب فين؟ لازم تكرر النقطه دي عندك وانت بتذاكر، لازم احسب في بدايته وبرضو ونهايته، ما ابداش من اخر نقطه انا وصلت لها. ليه؟ تعالى نحسب، احنا لو سمينا دي 3 داش هسمي دي 4 داش نفس النقطه دي بس تحت نقطه الدوران دي. طب سيجما 4 داش بكام؟ برضو بالاوزان الرأسية دي اللي هي 1 في 10، بس خلي بالك هتضربه انت في منطقة ايه؟ اكتف. فهضربه في ايه؟ في كي اكتف اللي هو بتلت 10 على 3 تساوي حوالي 3 مثلا و3 من 10. فخلي بالك ده 30 ودي كام؟ 3 و3 من 10. لو نعملها بلون مختلف 3 و3 من 10 يعني قيمة لا تذكر. طب تعالى نحسبه عند سيجما 5. سيجما 5 دي برضو الارتفاع ده اللي هو 3 في الجامة بتاعتك في الكي باسيف اللي هو تلت الرقم ده يطلع كام؟ يطلع حوالي 10. هتيجي هنا عند ال 10 وتوصل دي كانت ب 3 ودي بقت بكام؟ ودي بقت ب 10. يبقى انا كده رسمت، وهنا خلي بالك دي كانت بكام؟ كانت ب 3 و33، وهنا كانت ب 10. يبقى انا كده رسمت توزيع الضغوط من الجانب ده ورسمت توزيع الضغوط من الجانب ده، ولاحظنا واكدنا كلامنا ان الباسيف انا بضربه في معامل كبير اسمه الكي باسيف، اما في الاكتف انا بضرب في معامل صغير اسمه الكي اكتف، وبالتالي القيم بتطلع في الباسيف كبيره جدا. وحاجه لازم اكد عليها ان انت في اي منطقه جيب في بدايتها ونهايتها، في اي منطقه جيب بدايتها برضه ونهايتها، في اي منطقه جيب بدايتها ونهايتها عشان المعاملات بتختلف. وسعالك يديلك ان التربه دي ليها فاي مثلا ب 10، التربه دي ادالك سند برضه بس الفاي بتاعتها مثلا ب 18، فالقيم هتختلف. لذلك باكد ان انت تحدد المنطقه وتحدد في بدايتها ونهايتها وترسم توزيع الضغوط بتاعتك. طب جميل لغايه كده، ده كان لغايه السنه اللي فاتت بتتحسب بالضغوط بالشكل ده. الراجل السنه دي الدكتور بتاعنا قال لك ان انا مش هينفع ارسم الشكل ده. امال انت عايز ترسم ايه؟ انا عايز ارسم الشكل النت، الشكل الصافي. يعني ايه الكلام ده؟ بمعنى لو انا عندي مثلا، نتخيل ان انا عندي تربه بالشكل ده، حيطه بالشكل ده، وبيأثر عليها وادي هنا منسوب الارض وادي منسوب الارض. نتخيل عندي ان انا بأثر هنا بقيمه مثلا على المثلث ده
مثلا وليكن القيمة هنا بعشرة، والقيمة هنا نتخيل مش المسألة طبعا، ونتخيل ان المثلث ده كامل وهنا بعشرين، ونتخيل ان انا بقصر هنا، تخيل ان انا بقصر هنا بكام؟ هنا مثلا بخمسة. الراجل هنا عايزك ترسم النت، يعني ايه ترسم الصافي؟ هنا بقصر بعشرة، هل هنا بقصر بأي حاجة؟ بصفر، يعني عشرة ناقص صفر هي العشرة، يبقى النت اكس بريشر هنا لغايه كده. طيب المنطقة دي أنا بقصر من هنا بعشرين وبقصر من هنا خمسة، مين اللي يكسب؟ طبعا العشرين، يبقى عشرين ناقص خمسة بخمستاشر، يبقى النت إرس بريشر ده ينزل كده القصر هنا لغاية الخمستاشر، يبقى ده الجهد الصافي اللي أنا رسمته. برضو معناها ايه؟ أطرح الكبير ماينس الصغير، يبقى ده كده الإرس بريشر الصافي اللي أنا عندي. طب أنا أطبق الكلام ده في مسألتي ازاي؟ أنت لسه قايل لي إن المسألة أهي، بس عشان ما بوظش شكل المسألة، لو المسألة عندي نكبروها كده شوية، ادي البايل بتاعي وادي هنا منسوب الأرض وادي منسوب الأرض التانية، وجينا هنا حددنا ان هنا افترضنا ان هنا في نقطة دوران، لو ده هيدور هيدور بالشكل ده تمام، وحددنا لازم قلنا نعمل امتدادات للتربة هنا، واعمل امتداد من نقطة الدوران اللي انا اصلا فارضها، وبنسمي خلي بالك عشان تبقى عارف بنسمي الحتة دي كلها دي اللي هو عمق الاختراق، وبنسمي من عند نقطة الدوران اللي انا فارضها لغاية تحت حاجة اسمها كي تمام. الرمزين برضو دول لازم تبقى تحفظهم. طب انت كنت راسم من شوية النت اكس بريشر بازاي؟ كنت رسمه بالشكل ده، ادي الكي اكتف وكان هنا بسف كبير بالشكل ده، وكان هنا بسف كبير خلي بالك بالشكل ده، اما كان اكتف هنا صغير بالشكل ده، شوفوا تبقى واضحه تمام. انا عايز ارسم ايه؟ عايز ارسم الصافي، عايز ان هي مش واضحه كده، وكان بسف عالي بالشكل ده اهو، وبسف برضو عالي جدا بالشكل ده، وادي. ولازم تتعود ان شاء الله ان انت ترسم النت ارس بوشر. انا عايز ارسم بقى النت ارس بوشر هنا، لو انا وقفت لغايه المنطقه دي، هل هنا في حاجه اقدر اطرحها من هنا، ولا هنا القيم هنا كلها بزيرو؟ يبقى ده فعلا اللي هيكسب، ده مفيش غيره، يبقى انا برسم الصافي اللي على البايل في الجزء ده مفيش الا ده، فده هو كده اللي معايا. طب تمام، تعالى للمنطقه دي، عندك باسف كبير واكتف صغير، مين اللي يكسب؟ لو انا جيت طرحت ده من ده، اروح طبعا لناحيه مين؟ ناحيه الباسف، فارسم النت ارس بريشر ان الباسف هو اللي يكسب، فاروح له بالشكل ده. تمام؟ وبعدين عندك هنا قيمه اكتف صغيرين وباسف كبيره، يبقى مين برضو اللي يكسب؟ الباسف، فبقلب واروح لناحيه الباسف بالشكل ده. يبقى النت ارس بريشر لو انا عايز اهشره اللي هو الصافي بقى، الجهد الصافي اللي عندي او الضغط الصافي اللي عندي بالمنظر ده، وما كانش ليه اي لازمه ان انت ترسم الضغوط دي من الاول، المفروض احنا نتعود ان احنا نرسم الضغط الصافي اللي هو طلع لي بالشكل ده. جه ازاي؟ ان انا هنا عندي كان صفر، جيت هنا مفيش كان حاجه، فهنا ده اللي هنا ده اللي كسب، هنا باسف عالي واكتف فيروح ناحيته، وهنا باسف عالي واكتف صغير اللي يكسب الباسف، اللي يكسب الباسف. خلاص، يبقى ده اسمه النت ارس بريشر اللي هو الضغط الجانبي الصافي، وعرفنا الحمد لله بنرسمه ازاي. الخطوه بقى اللي عندي ان انا عايز اركز الاجهادات دي، يعني ايه؟ يعني عايز الجهد ده تجيبه لي تركيزه، المثلث ده هنركزه احمل تركيزه بكام، والمثلث ده تركيزه بكام، والمثلث اللي عندك ده اركزه بكام، والمثلث اللي عندك هنا ده اركزه بكام. يعني انا الخطوه اللي جايه دي هتكلم ازاي ان انا اركز المسافات دي. طيب نتكلموا كده بالراحه، انت هنا تقدر
تركز المثلث ده. يعني معاك ايه في المثلث ده؟ انا والله معايا تفاعل اللي هو اتش برقم، يبقى الاتش بيبقى عندك برقم. ومعاك ايه كمان؟ والله معايا كمان ان القاعده دي انا برضو لسه جايبها برقم، اللي هي مثلا كانت عندي هنا في المساله، كانت انا كنت جايبها اللي هي هنا، كنت جايبها اللي هي سيجما 2 10 في 3 في الكي اكتف، كنت جايبها برقم. يبقى انا معايا هنا دي اللي احنا كنا مسمينها سيجما 2، معايا رقم. طيب يبقى في المثلث ده انا اقدر اركزه، اركزه ازاي؟ اللي هو نص القاعده في الارتفاع، يبقى انا كده جبت الاف اللي هو تركيز المثلث ده. وبتركز لو ما تنساش ان هو بيتركز في التلت وايه؟ والتلتين. جميل خالص. طيب تعال نتكلموا على المثلث ده والمثلث ده والمثلث ده. انت معاك ايه في المثلث ده؟ تعال نتكلموا الاول على المثلث ده. انت معاك ايه في المثلث ده؟ انا معايا قاعدته. هل معاك اي حاجه تانية غير قاعدته؟ لا. طب تعال المثلث ده انت معاك ايه؟ انا معيش فيه اي حاجه خالص. طيب المثلث ده نفس الكلام، معاكش فيه اي حاجه خالص، بس بطريقه ما اقدر اجيب القاعده دي. ازاي بقى؟ قال لك لو انا سميت مثلا دي اي 5 اقدر اجيبها. ازاي؟ قال لك انت مش معاك هنا، مش انت لسه كنا بنحسبه من شويه ان القيمه هنا دي كنت بتجيبها لي برقم، جبته لي ب 100 مثلا و80 وكنت جايب لي دي مثلا ب 10، ده لو عندي الارقام. لو انا طرحت الاثنين من بعض، لان انا بجيب هنا النت النت الصافي، اطرح مثلا 180 من 10 اقدر اجيب القاعده دي. يبقى بطريقه ما اقدر اجيب القاعده دي، بس ما اقدرش اجيب اي حاجه ثانيه لان ده الصافي. احنا بقى هنا هنشتغل شغل حساب مثلثات وشغل هندسه بحته، ان انا اقدر اجيب الاطوال دي واخترع حاجات عشان اقدر اجيب الاطوال ده. طيب تعالى نتكلموا على اول مثلث ان احنا عرفناه ده. ده في ايه معايا؟ خلاص ده معايا قاعدته ومعايا ارتفاعه وخلاص عرفت اجيبه، اللي هو اول مثلث. طيب المثلث الثاني ده اقدر اجيبه ازاي؟ الشكل بتاعه، او اقدر اجيب اي حاجه فيه تاني ازاي؟ قال لك انت معاك طبعا الضلع ده. طيب تقدر تجيب ايه تاني؟ قال لك انا اقدر اجيب الميل ده. يعني اقدر اقول لك كده ان الخط ده مايل بواحد الى اكس مثلا، اقدر اجيب لك الاكس دي ازاي؟ قال لك بسيطه. تعال نبص هنا كده، نطلع بره الموضوع ده ونلخص الشكل اللي عندي. هو الشكل اللي عندك ده عامل ازاي؟ كده. هنا ده انا هتكلم على الجزء اللي انا عايز اجيبه بس، كان المثلث بالشكل ده. انا عايز اجيب في المثلث ده فين بقى المثلث اللي احنا بنحكوا عليه او بنتكلموا عليه؟ اللي هو ده. انا معايا قاعدته اللي هي اي 3 اللي احنا كنا جايبينها، اللي هي سيجما 2. طيب انا عايز بقى اجيب الميل بتاعه. مش انت كان معاك انت تقدر تجيب الميل ده؟ طب هجيبه، ولو جبته واقدر اجيب الميل ده اللي هو هنا ده، الميل ده والميل ده، اقدر اجيبهم؟ اقدر اجيب الميل بتاع الخط ده واقدر اجيب الميل بتاع الخط ده؟ قال لك تقدر. طب ازاي اجيب الميل؟ ازاي اجيب الميل بتاع الخط ده وازاي اجيب الميل بتاع الخط ده؟ قال لك الخط ده لو انا خدت هنا، افترضت ان هنا الارتفاع بتاعي ده مقداره اتش، يبقى الضغط الجانبي بتاع الميل ده اللي هو كنت بجيبه ازاي؟ خلي بالك المنطقه دي كانت باسيف، يعني كنت بجيب المنطقه دي ازاي؟ قال لك كانت اللي هي جاما في الاتش في ايه؟ في الكي باسيف. مش دي كانت المنطقه؟ لو ده اتش يبقى جاما في اتش في كي اسيد في كي باسيف، القاعده بتاعته. طب تمام. ولو نفس الارتفاع ده اللي هو الاتش، يبقى الميل بتاعه ايه؟ خلي بالك المنطقه دي اكتف، بقت القاعده بتاعته جاما في اتش في الكي ايه؟ في الكي اكتف. تمام قوي. طب تعالى نفترض، خلينا هنا في الجزء ده،
لو انا شلت الاتش دي مع الاتش دي بقى ده واحد الى جاما في واحد في الكي باسيف اللي هي جاما في الكي باسيف. يعني الخط ده ميله كده لو انا خدت هنا واحد هنا هيبقى القاعده بتاعته جاما في الكي باسيف صح كده. طيب والخط ده لو انا برضه شلت الاتش دي مع الاتش دي يبقى ده ميله معايا ميله اللي هو كام واحد الى جاما في الكي اكتف. طب مش لسه احنا بنتكلم اللي انا عايز النت ايرث بريشر اللي هو الجهد الصافي يبقى الميل ده كبير قوي والميل ده صغير. الميل ده هو اللي هيكسب بس ميله الميل ده هيبقى ايه طرح الكبير ماينس الصغير. انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان ده هيبقى ميله واحد الى جاما في الكي باسيف بقى اطرح منها الكي اكتف لان الميل ده طرح ده من ده. يبقى كده انا عرفت في المثلث ده اجيب الاكس اللي هي بكام واحد الى جاما في الكي باسيف ماينس يبقى الاكس دي واحد الى جاما في الكي باسيف ماينس الكي اكتف خلاص. يبقى انا كده عرفت الميل بتاعه. طب وانت لما عرفت الميل بتاعه اقدر اجيب ايه؟ قالك انت مش عرفت الميل بتاعه تمام يعني ميل الخط ده هو برضه الميل اللي هو واحد الى جاما في الكي باسيف ماينس الكي اكتف. قالك انت لما عرفت هنا ميله مش تقدر تجيب لو هنا دي سميتها مثلا ايه تقدر تجيب لي ايه ده برقم؟ طب اقدر اجيبه ازاي؟ تعالى كده سهله بسيطه ان شاء الله. قالك راسي على راسي يساوي افقي على افقي بمعنى ايه دي راسي على راسي اللي هو بواحد يساوي ايه؟ يساوي افقي اللي هي سيجما 2 على افقي اللي هو جاما في الكي باسيف ماينس الكي اكتف. سيجما 2 دي انت لسه جايبها لي برقم والكي باسيف معاك والكي اكتف معاك ومعاك الجاما يبقى انا كده الاي دي جبتها برقم. يبقى كل اللي انا بعمله ده عشان اجيب ايه؟ عشان اجيب لو انا كده عملت امتداد هنا عشان اجيب الاي دي اللي هي انا كده جبتها برقم. يبقى المنطقه دي لو كل دي ودي عندي ايه يبقى المنطقه دي اسمها دي ماينس تمام. يبقى دي اول حاجه انا كده جبت المثلث ده وجبت المثلث ده. عايز دلوقتي بقى اشتغل على المثلث ده والمثلث. كبرنا الشكل كده عشان باذن الله توضح بس للناس كلها احنا عملنا ايه. احنا جبنا المثلث ده وركزناه خلاص وكان معانا الرقم ده سيتا 2 كان معانا ده برقم و بسم الله الرحمن الرحيم وحلينا ده بان احنا جبنا ايه وعرفنا الحمد لله بنجيبوها ازاي. فاحنا كده حلينا المثلث ده والمثلث ده. طيب احنا دلوقتي عندنا مشكله ان انا عايز احل المثلث ده فقلت لك نعمل ايه. انا خلي بالك خدت الميل اللي انا جبته من الخط ده ومديت بيه الخط ده يبقى انا دلوقتي امشي بس معايا انا عايز اعمل ايه. انا معايا المثلث ده طب عشان انا مش عارف اي حاجه في المثلث ده قال لك انا معايا ممكن استفيد بميله فروحت مادد الخط ده. طب خلي بالك وهركز المنطقه دي كلها يعني هدخل معايا في بالنسبه للجنب اليمين ده هدخل معايا الحته اللي هي مثلا عامله زي شبه المنحرف اللي هي المنطقه دي هدخلها معايا مع حته المثلث ده. طب انت كده استفدت ايه وازاي دخلت حاجه زياده على الحته اللي انت عايزها اصلا؟ قال لك انا كده استفدت ايه؟ ان انا لو انا عندي ارتفاع واحد المقام بتاعه جاما في الكي باسيف ماينس الكي اكتف. طب انا الارتفاع ده كان عندي كله دي شلت منه ايه؟ بقت المنطقه دي دي ماينس ايه؟ ده لو ارتفاع واحد ده جاما في كي باسيف ماينس كي اكتف. طب لو الحته دي ارتفاعها دي ماينس ايه؟ يبقى المقام بتاعه ايه؟ دي ماينس ايه؟ في الجاما في الكي باسيف ماينس الكي اكتف. يبقى انا كده قدرت بشكل ما ان انا ركزت الحته دي بس زودت عليها الشبه منحرف وهزودها وهركز لما اجي اركز ده هركزه برضه في التلت والتلتين واجيب القوه دي. بس خلي بالك انت زودت هنا حته على المثلث ده. قال لك طب ما انا هعمل ايه؟ هعمل بنفس الحركه الذكيه دي لما اجي اركز المثلث ده مش هركز ده بس ده انا كمان هاخد معاه المنطقه دي. يبقى انا المنطقه دي هدخلها هنا مرتين ولما اجي اركز ده هركز كل ده وبرده هنا يبقى اف. يبقى انا دخلت معايا الحته دي مره مع هنا ومره مع هنا والاثنين دول اكيد هيلاشوا بعض بس استفدت ان انا اقدر جبت حاجه. طب المثلث ده بقى الكبير اللي هو الاحمر ده هتركزه ازاي هنا مع اف؟ طب انت معاك جزء منه. طب القاعده الثانيه دي اقدر اجيبها ازاي؟ ما تنساش ان انا قلت لك بطريقه في ما ان انا اقدر اجيبها ان انا لو كان معايا الرقم ده كله وكان معايا الرقم ده كله طرحتهم من بعض اداني الحته دي ازاي؟ قال لك دي اسمها سيجما 5 هروح احسب مجموع الاوزان دي بالكي باسيف
واطرح منها مجموع الاوزان دي بالكي اكتف، يبقى ده الصافي الجزء اللي عندي هنا. يبقى لو انا معايا بنفس الطريقه هنا اهي، كان ده ب 180 وده مثلا كان 10، بس خلي بالك الجهد الصافي كان ايه؟ كان نازل بطريقه ما كده بالشكل ده. يبقى لو انا جبت مجموع الاوزان هنا من الكي باسيف وطرحت منها مجموع الاوزان من الكي اكتف، اقدر ان انا اجيب قيمه الاي 5، وهنحله مساله ونعرفه الموضوع ده بيتحل ازاي. يبقى انا هنا قدرت ان انا جبت ايه؟ جبت الحته دي بكام؟ وجبت الحته دي بكام؟ طب الطول بتاعه ارتفاعه بقى مش دي ماينس ايه؟ لا ده ارتفاعه احنا لسه متفقين ان انا من نقطه الدوران دي المسافه دي كلها اسمها ايه؟ اسمها كي. الدكتور سماها كي في المحاضره. يبقى انا كده في المثلث ده اول واحد كان معايا ارتفاع اللي هو ارتفاع الحذف اللي هو مقدار اتش، وكان معايا سيجما 2 دي من جوه في اتش، وركزت وجبت اف 1. تمام؟ طيب ده نفس الكلام كان معايا القاعده بتاعته وعرفت اجيب الراس بتاعته وركزته اف 2. طب ده قال لك انت هتركز جبت طولت ده كده على استقامته وجبت ده دي ماينس ايه، طالما ده ارتفاعه دي ماينس ايه، وده طالما ارتفاعه واحد يبقى ده جاما في كي باسيف ماينس كي اكتف، يبقى ده طالما ارتفاعه دي ماينس ايه في جاما في كي باسيف ماينس كي اكتف. طب الحته دي قال لك برضه طولتها دخلتها برضه مع المثلث ده بقى مثلث كامل، بقت دي سيتا 5. جبتها ازاي؟ مجموع الاوزان الباسيف اطرح منها مجموع الاوزان الاكتف، جبت الحته دي، والحته دي كده اصلا معاك وارتفاعه كي. هيطلع عندك هنا مجهولين في دي وكي، هنعرفه ان شاء الله نجيبهم ازاي. الملخص ان انا هروح هنا احسب سيجما الاكس ازاي؟ اف 1 زائد اف 2 ماينس اف 3 عشان عكس الاتجاه زائد اف 4، الكلام ده بيساوي 0. خلي بالك في المعادله دي هيظهر عندك دي وكي، يبقى انت عندك مجهولين، عايز معادلتين، وهتروح تحسب سيجما المومنت حوالين اي نقطه عندك. انا مثلا ممكن اخد النقطه اللي تحت دي واسميها او، احسب الاف 1 في مسافتها، الاف 2 في مسافتها، اف 1 في المسافه بتاعتها مثلا نسموها واي 1 زائد اف 2 في واي 2، بس خلي بالك ناقص اف 3 في مسافتها نسموها واي 3 زائد اف 4 في مسافتها اللي هي واي 4، الكلام ده بيساوي 0 0. واروح عندي معادلتين هنا هيظهر لي دي وكي، وهنا هيظهر لي دي وكي، احلهم ان شاء الله على الكالكوليتر واطلع قيمه الدي والكي. نخش في مساله ونشوف بقى كل الكلام اللي احنا قلناه ده اطبقه ازاي. وخلي بالك انا شغال بس على تربه ساند، يعني ايه؟ يعني ما فيهاش كوهيجن، يعني الترم الثاني ده بيروح بيتبقى لي بس سيجما الفي كي اكتف في سيجما الفي، والباسيف سيجما الفي في الكي باسيف.